خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. نذكر بعد عطلة في الأسواق الأمريكية في إجازة أمس، تراجعات على الداو جونز والإس أل بي 500، ناسداك متراجع ب 0.13%، أيضا ترقب لعدد من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي يعطينا إشارات أوضح حول توجهات السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأمريكي. الأسواق الأوروبية أيضا متراجعة بسبب قطامة الاقتصاد، خاصة بعد ظهور عدد من البيانات الاقتصادية السلبية، وخاصة من مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي أشار إلى استمرار الانكماش. وأيضا الذهب يعني نطاق ضيق جدا عند مستويات 1929 دولار للأونصة في جلسة اليوم. أسعار النفط عم تسجل ارتفاعات بعد تصريحات من عدد من وزير الطاقة السعودي وأيضا من هيثم الغيث وعدد من الوزراء في أوبك من خلال المؤتمر أوبك الدولي الثامن، دعم أسعار النفط نحو الارتفاع. اليورو مقابل الدولار 0.1%، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ارتفاعات طفيفة 1.27%. عموما الدولار مؤشر الدولار ارتفاعات 0.25% فوق 102 نقاط في جلسة اليوم. للحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية ينضم معي أحمد عزام محلل أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لينا، شكرا للاستضافة. مساء النور. بداية دعنا نتحدث أحمد عن ترقب محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي. الكل يترقب هذا المحضر لأنه له أهمية خاصة، وخاصة أنه آخر اجتماع كان من الفدرالي الأمريكي أوقف رفع أسعار الفائدة. ما المتوقع من هذا المحضر، وخاصة أنه بيعطي إشارات حول السياسة النقدية؟ نعم لنا، بعد ساعة تقريبا لدينا محضر الفدرالي الأمريكي عن الاجتماع الأخير. نعم كما ذكرتي أنه هو الاجتماع أو محضر الاجتماع اللي شفنا فيه البوزنج أو التوقف عن رفع أسعار الفائدة، أو ما أسمع جيروم باول رئيس الفدرالي تخطي الاجتماع الماضي. على ما أعتقد لينا، المهم من متابعة المحضر أو قراءة المحضر هو اتفاق الأعضاء. خلينا نشوف اتفاق الأعضاء على عمليات الفائدة النهائية. شفنا المخطط النقطي في الاجتماع الأخير كشف أنه في عندنا وصول لإحتمالية رفع أسعار الفائدة عند 5.6%، بمعنى أنه توقعات كانت تشير إلى عمليتين رفع فائدة أخرتين. وهذا ما أكد طبعا جيروم باول في الشهادة ندوته الأخيرة بظهورين بعد الاجتماع، أكد أنه في احتمالية لعمليتين رفع أسعار الفائدة. بكل تأكيد المحضر رح يكون مهم من ناحية الإجماع الأعضاء. التوقعات للتضخم هل لا زالت يشير المحضر إلى مخاطر التضخم، التخوف من التضخم؟ على ما أعتقد هل تعتقد أن التضخم وصل إلى ذروته أحمد؟ لينا لا أعتقد هذا الكلام، لأنه تاريخيا كل ما كنا نشوف موجة التضخم تسجل ارتفاعات كنا نشوف بعض الانخفاضات بعد تجديد السياسة النقدية ثم موجة أخرى من التضخم. على ما أعتقد الشهر القادم ممكن يكون في عندي انخفاض بالتضخم حسابيا رياضيا لينا، لأنه رح نقارن قراءة شهر 6/2023 بقراءة 6/2022. 2022 شهر 6 كانت ذروة التضخم 9.1%، فبالتالي نحن قاعدين نقارن الفترة الأخيرة أرقام التضخم الحالية مع ذروة أرقام التضخم، فبالتالي عم نشوف انخفاضات، نشوف تباطؤ. فأعتقد التضخم في الفترة القادمة أو القراءة القادمة ممكن نشكل بعض الانخفاضات، ثم رح يكون في عندي موجة جديدة لتسجيل ارتفاعات. ممكن يكون في عندي نوع من نسميه التباطؤ، هو أن يكون في عندي نوع من الانخفاض الطفيف لكن أقل من المتوقع، أقل حتى من موجة الانخفاض الأخيرة. فعلى ما أعتقد يعني حتى مصطلح سيكي انفليشن اللي وجهه جيروم باول بأنه تضخم راسخ، على ما أعتقد بدلنا لينا لو نطلع على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند متوسطات مرتفعة عن 5.3%، حتى البي تي اي مؤشر الإنفاق للاستهلاك الشخصي عند ما يقارب 5%، فلا زالت الأرقام مرتفعة
وحتى كمان لنا مؤشر مدير المشتريات كما ذكرت قبل شوي تصنيعي انكماش الخدمه قاربنا للانكماش ليس فقط في امريكا بل بكل اقتصادات العالم. فبالتالي عندي حاله نمو ضعيفه نعم، لكن عندي التضخم ما سجل الانخفاضات القويه مع هذا الانكماش. فانا ما اعتقد موجه التضخم ممكن تكون مستمره. طيب توقعاتك للفدرالي، يعني هو التوقعات انه يشير الى رفعتين فقط لاسعار الفائده، لكن هل تتوقع هناك مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة؟ بما أنك عم تذكر أنه استمرار للتضخم، استمرار يعني ارتفاعات للتضخم، يعني هل تعتقد أنه وصلنا إلى ذروة التشديد أم مستمرين؟ هل سيكون هناك مفاجآت؟ لا أعتقد لنا أنه أكثر من عمليتين رفع أسعار الفائدة، يعني قبل تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر كانت في موجة من التقارير بتحدث عن وصول أسعار الفائدة إلى 6%، حتى كان المستثمرين بيراهنوا على توجهات وصول 6%. أعتقد وصول أسعار الفائدة لرقم أعلى من 5.5% رح يكون نوعا ما مخيف شوي اقتصاديا، خاصة بعد حالة الانهيار اللي حصلت، الانهيار المصرفي أو الفشل المصرفي. فيكون في عنا محاولة عملية التوازن بين النمو الاقتصادي مع أرقام التضخم اللي ممكن تسجل بعض الارتفاعات. بميل لنا أن نستمر بفترة أطول زمنيا لا قراءات فائدة أو أسعار فوائد مرتفعة لفترة زمنية أكبر من ما كانت تتوقع الأسواق. الأسواق تعرفت الفترة الماضية لنهاية العام الحالي نبدأ عمليات التخفيض ثم دفعتها إلى 2024. أعتقد أنه ممكن نستمر بالفائدة المرتفعة لفترة زمنية أطول مما تتوقع الأسواق في الفترة القادمة لمحاولة السيطرة على أرقام التضخم. طيب دعنا نتحدث شوي عن أسواق الأسهم. أسواق الأسهم كنصف أداء سنوي كان هناك فيها ارتفاعات قوية، نتحدث عن خاصة الـ S&P 500 الناسداك أداؤه كان جيد جدا بارتفاعات بأكثر من 30%. قطاع التكنولوجيا هو بالفعل الذي قاد هذه الارتفاعات والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هل برأيك سيستمر رالي مكاسب الأسواق الأسهم الأمريكية أم ممكن نشوف مفاجآت بتخلي الأسواق أنه تتراجع؟ نعم لينا، يعني زي ما تحدثت ذكرت هلا أنه نازك سجل 36% ارتفاعات للنصف الأول من عام 2023، هي الأعلى وأفضل أداء نصف سنوي لنازك من سنة 1999، خدمة أو انفجار فقاعة دوت كوم. نفس اللي شفناه بشركات التكنولوجيا سنة 1999 عم بتكون عندنا. صحيح نعم عندنا طفرة الذكاء الاصطناعي، هوس الذكاء الاصطناعي اللي دفع شركات التكنولوجيا أسهم تكنولوجيا تجيء ارتفاعات يعني جيدة جدا أحمد. نحكي عن انفيديا ارتفاعات 190%، الميتا 137%، نتفليكس 49%، تسلا 127%. هذه الأرقام ذم يعني مطلع العام، الفابيت 35%، يعني ارتفاعات تعتبر عالية، يعني قفزة في الأسهم. نعم 100% لينا، لما يكون في عندنا مرحلة الهوس في قطاع معين، تريندينج في 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 قطاع معين، نشوف عمليات الارتفاعات. لكن ناسداك دائما ما بيكون هو حساس جدا لأسعار الفوائد، فإذا ما كانت أسعار الفوائد الحالية سجلت ارتفاعات وما انخفض ناسداك، فالسؤال إمتى رح ينخفض ناسداك؟ على ما أعتقد لينا إذا نحن نجي نطلع على تركيبة حالية من المؤشرات اللي عم تسجل ارتفاعات، سببها الشركات ذي القيمة السوقية الكبيرة. شركات القيمة السوقية الصغيرة عم تسجل أرقام سلبية، نصف الأول غالبية الشركات سجلت أرقام سلبية صغيرة. فعلى ما أعتقد مرهونين حاليا إذا بدنا نسجل ارتفاعات لازم يكون في عندي قوة للشركات الصغيرة، وهذا حاليا بستبعد بناء على الأرقام الاقتصادية المتوازنة. فعلى ما أعتقد أنه ممكن يكون في عندي نوع من التصحيح للمؤشرات إذا ما حكيت بالربع الأول بالربع الثالث من عام 2023، فممكن يكون بالربع الرابع من 2023 ممكن يكون بعض الانخفاضات. لو بدي أخذ على الشورت تيرم أو على المدى القصير، فنيا نازلك عند مستويات 15300 إلى 15500، تعتبر زون أو منطقة
منطقة مقاومة ممتازة جدا. نعم، بالفعل يعني نترقب اليوم أحمد القرار الهام، هو قرار أو محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي اللي بيعطينا إشارات حول توجهات الفدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من البيانات الاقتصادية الهامة جدا، بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية وبيانات التضخم، كلها أيضا تعطي إشارات حول التوجهات الفدرالي في الفترة المقبلة حول سياسته النقدية. ضيفي من عمان أحمد عزام، محلل أسواق مالية ومحلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواجدك معنا في دائرة الأعمال. نهاية دائرة الأعمال، إلى اللقاء.